قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول في أمر من الأمور إن هذا من عقيدة الأشعرية، مع العلم أن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى عقيدة السلف الصالح قبل موته؟ الأشعرية غير الأشعري، الأشعرية إذا قلت هذه عقيدة الأشعرية أي الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه قبل الرجوع عنه، أما إذا قلت هذا قول الأشعري فلا يجوز هذا لأنه رجع عن هذا. نعم، في فرق بين قول هذا مذهب الأشعرية أو هذا مذهب الأشعري. نعم.